عندك احكي لي ترى ليه خاطر فما علم كي مره شهرين وعشر ايام انت قلتها وراو على فكره ما همش مرتاحين بعمرك برا اسال اي ثعلب ما همش مرتاحين راو تعرف شو شهرين وايش معناها يطيب الفطور معناها بثلاثه صغار يطيب العشاء يلقى عنده اثنين صغار معناها بالحق راو مشكله كبيره ومشكله كبيره تو برشا ثعالب مثلا فحكيت النفقه وهم العيال وكذا فما شكون يقول انت الثعلب يقول منه هو ومنو تو في الثعلب تاع البلفيدير انت في بالكش بقضيه الثعلب تاع البلفيدير لا هذه سته محامين جايين ما هي الثعلب ما تجيبش الثعلب اللي خذيها ما تجيبش الثعلب ذكر يقول الانثى لك انت منك انت والانثى تقول راي منك انت وولد حرب عروش خاطر سمع بها الثعلوبه عملت اللي طيح ولد حرب عروش خويا الثعلب هذوك جايين منه وثعلب هذوك جايين منه ثعلب انت الريكسون تاع الثعلب انا في بالك به ولا تلمو تغش وتلمو كذا ما انا حب انا ياخذ موقف مش ياخذ طاوس عرس بطاوس شي رجع جابوك العلوش الصغير هذاك ريتوك ريتوك الحصان الصغير هذاك عرفتك الاستراليا ولا شنو محلي هذاك فهمتني دونك ما بالحق معناها صرخ الثعلب صيحه فزع صيحه فزع معناها بالحق يلا ثعالب تونس الى اين من زدنا طفولة صوفيان طفولة صوفيان في اللوزة ما تنسوهاش ولكن أمير الشعراء قبل شوفك الطفولة أمير الشعراء الباتشينو ورفع الستار مع سعد زيداني وعليش لا لا هذا لا التلهيده من القلب التصوير هذا القلب فعلا باللي ما التصوير هذا ندعو السادة المشاهدين والمستمعين ما نبيش يخطر شوفوا عس عليا بابا عس وين نمشي وين نجي وكليت جلبانه ولا خص عس عليا وزيد بحلق عينيك تشنقش حل فمك كتر باقة حل انتانيتك اسم الرادار يواتيك بعد عزك ودلالك الكز والشيمينو وليت تتبع فيا شادة الجرة تتبع حتى في صحابي وين مشو وين جو آه لو كان فاقوا بيك المعمرين راك تخدم ليل ونهار وتخلص برشا ملايين راك رادار تعس من دار لدار تعس على العباد وحتى على الكفار هاو فلان مشى فلان اش طيب تعشى فلان باش مرض وشنو الدواء فلان ما مشاش يخدم ماخذ هواء فلان عنده بودبيح هذاك على شبطاه فلان حبله تولد في الشتاء ولد فلان قدام الكار ترماه من الحس تعرف شكون بدل الفيتاس وفاش اش يخدم وقديش الخلاص فلان ضربته كهربا وهو شاق الكياس عس عليا عس يا عساس يا قناص يا بهناس يا مهراس يا خشم التلفاس يا حناك لنزاس يا وجه الفاس يا بدن القبيطاس يا مركب ستريس هذوما كلمات على حساب وما نش مسيبك كان كيقولوا فلان على العسى راهو تاب 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 حاسد شنية بالعسها فيها عليك بالله حاسد شنية هذه فيديوهاتك محطوطة على من مواقع التواصل الاجتماعي أنا مش مستعد باش نفسر وعرعورك على برا لا شنو يا فسر ما زيد أنت فما حكاية بينك وبين صوفيان شكون باش يفهم يعس عليك يعس عليك كيفاش هل لهنا نطرحوا بلل هل أنه وجاوبني بكل صراحتك هل أنه صوفيان يعس على سعدي أم سعدي فضايحه خرجت سعد عمل الفضح صحيح واضح صح دونك صوفيان في الاخر خايف على سعدي بالحق صحيح لانه خايف على سمعته وي صحيت الله يرحم والديك ما بقي ما بقي سعدي سعدي باش معروف ما بقي من سمعته سمع باش معروف سعدي ولد الزوالي زعما قال الناس الفقير ولا الناس المحتاجه يستعملوا وسائل النقل العمومي سعدي يستعملوا النقل العمومي نعطيك فازا صوفيان هاني انا عمري ما عملتها في حياتي ذاك اللي عملها سعدي أكل اللي يمشي حاج يبدا يفشفشلو على وجهه كذا عمري ما عملتها في حياتي صح ظهرت على حقيقتي لا لا يعملوها برشا حجابه لابس بيهم قلت لك القناع باش يطيح يوما ما انا يعمل هذيك هكا هذيك انا ساعات انا استاذ المستعدمين تفرجوا تفرجوا البذخ تفرجوا البذخ ليه بالفضح باللي خدمنا باللي عملنا وصلنا له وين تراو فيها الفضايح سامحوني بالبخار وبالدنيا وبالواحد احنا نعملوا كيكة سخنة نحب نسألك لحظة بالله خليني ما يتكلم ما يتكلم حد ما يتكلم حد
هل ترى نفسك في هذه الصورة؟ لا لا. أنت ريقت في حجم وحاطين لك ويفشفشوا عليك ماكينة مية الملايين وعينيك من ستريس. يعني ستريس. أنت هكا ولد الشعب نعيش في ستريس. نعيش في ستريس. والشعب يموت يتفرحوا. ما يعملش نهار يحجم هكا. شنو هذيك؟ هذيك. قديش الحجامة؟ لا لا بيب بيب. شنو التقنية؟ شنو بيب؟ لحظة الإبر الصينية. شو أنت تعمل بيب؟ وأنت إنستغرامر؟ لا لا إنفلونسور. مؤثر. هذيك الإبر الصينية. عاد علي تفضح فيها؟ أعطينا الأدريسة وكهو. أنت مؤثر. يعني إيه تو أنت كيفاش جات لبالك باش تعمل شيء ذي؟ كلمني صاحبي قال لي إيش؟ شافوها عائلتك؟ تحب نمشي وقت اللي وقت اللي ولدك يشوفه يقول لك بابا علاش تعمل هكا؟ اش عملت خويا؟ شنو تجاوبوا؟ علاش عمل؟ شوف كان ثم عباد عرفت عملت حاجات هكا وندرى شنو وراك مسكين نحكي على صوره سعدي والبخاري فشفش عليه في الحجام شوفوا على اليوتيوب ولا شوفوا في الفيسبوك سخانه. يلا نمشيو باش نكملوا الحديث والان مع امير الشعراء سفيان الدهش. فضيحه فضيحه ولا فضيحه؟ اسمع معنا بيلي كمل لكم الفيديو. ريت بعيني. ايوا قلت لك عس عليه. ريت بعيني حب محكالي متبرص على الكرسي موهر والناس تصور من تالي حتى وجهه ولا مبهر مبهر عامل لي روحه زوالي وهو على عبادي يبهبر يحجم في حجامة ملوك ويرطب في جلدة خده ويحب يبدل في اللوك صنايعية يهزوا ويردوا هبايا سعدي وجه السردوك وجهه بياض شكون يشدوا اثلب اثلب تلاولوا وجهه بالزبدة العربي وشيحوهولوا بالفابور يحب يبدل خليقة ربي ووجهه كيف الساتور ساتور حطوا له قشور على عينه قشور رمان قشور متاع كعبة كيوي كيوي زعما زعما هو فينو ها وكي تعيط لي يقول لك وي اللي ينظف لله يعينه باللي حق بالقوي وجهه تقولش ضربه تلينه ما ينفعش فيه دوي دوي لضرورة شعري تفضل حبي نحيله الحبوب يبوانوار وي ويخلي له وجهه صافي الحبة تقول ارطل قلوب حباص وميزان واف قال له اخي وجهك هذا وجهك ولا مقلوب انت صغير تمشي حافي يا عضك كلب مقلوب تعالش هكا وجهك طافي كي يحل المولى الصالون مع السعدي ما لقاش الحل ولا شراله دهندون وزاد ربطهوله بحبل قال له يا غالي باردون معاك انتي ذاع الامل ما عاد يجيني كليون وحانوتي ما عاد يتحل نعطيك المسكوب نعطيك المسكوب استنى هذا سفيان برافو 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 انا ماذا بي حتى نعودوا هذا خطر درس نعودوا عند رفيق كل واحد نعودوا عند رفيق فكروا شو صار ينقلك حاجة هذوما 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 اللي عندهم خمس سكوب سكوب اي قول لنا سكوب هذوما اللي قاعدين يقولوا يقولون ما لا يفعلون هكاكا معناها يبدو يتشقلب في الهواء جيب لي تصوير سفيان هكا تو نعمل له ساعه شعر ما هو هو هذاك صديقي انا فهمتني ابلش يعني مشيت هذاك اي قال لي كذا مشيت اي صديقي فهمتني به قال لي سفيان راني انا اللي ما عندي خدمه وكذا فهمتني باش نمشي زاد ل 11 ونص فهمت حتى سفيان يحب يمشي راه اما انت تو معناها سي ما عادش هذه اشاعات ودعايات تضم المناوئين اتصلوا به عندي الرقم نتاعك المناوئين اللي يحبوا يحطوا العصافه في العجله ما صحيح انا السعلول حنكاتي تستحق النوعيه هذه بتاع الباب ما فماش فيديو خذ ما فماش يعمل في الشيء اللي تعمل ما نفرهدش وجهي سيدي خويا ما يطلعش عليك ما نفرهدش وجهي من لي بوين نوار بوين نوار سعد سعد انت تو انا باش نحكي بجديه وانت جاوبني بجديه ما انت تحكي على الزوالي وكذا بوين نوار مش وجهي امورنا تعبه كذا من بعد تمشي تعمل فاز هذيك مينيموم ب 180 الف يعملوها المواطنين على الاقل
باش معناتها في بالنا نساء يعملوا كذا. احنا رجال ماكسيموم 10,000 تمدلو يحجم لك شعر. ستونا في مره مشينا للواحد عملنا يا رسول الله انت عم تعود يا رسول الله. اول مره نمشي له يا رسول الله. لا اول مره تمشي له نعود ديما نمشي له كل نهار كل نهار في الجمعه باش نعود نمشي له. بلال نحلوا كاستينج لوجو على عبد اخر في بروفيل سعدي. ما عادش عنا عبد ينجم يحكي على زوالي. لا لا ما عادش ما عادش. الحجامه نتاعك طيب لفطور جمعه اللي يسمع فيه ولا ما عادش تصدق. قناعك قناعك اللي لابسه هذاك طاح 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 بالفتح. وكما قال ابن خلدون وكما قال ابن خلدون ضميرك مزيف كلامك عدم كرهتك كرهتك كرهتك. نعم نعم اي صحيح. تو كي راه ولدك حاجه هكا شنو تقول له كيفاش تفسرها له؟ يقول لك بابا فاش تعمل نسرق نختفى. اخوي جاوب انا ولدك بابا فاش انت ولدي بابا فاش انت ولدي نهار ما تباتوش كان جيت انت ولدي نمشي للمحكمه نعمل تكسير حكم نقول لهم ما نجيبش انا راني ما نجيبش ما نضناش ما نضناش مش ولدي مش ولدي ماكش ولدي ماكش ولدي ماكش ولدي. نقول لهم مريض بس مريض انا راني مريض 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 نقول لهم مريض مريض ومانيش معرس نقول لهم مش ولدي مش ولدي مش نعيش في موزمبيق في سوريا في حلب في ادلب في الفيتنام نخدم المرمى عند عند مقاول باكستاني في فيتنام نورمال عادي عادي. اثرت فينا العشر ايام الاخر مره فاصل ربيب من فاصل ناديه لا يا بلال اليوم ينفخ سعدي ترى تخيل روحك نفخ شفايفك تراها وانا باش نسالك شنحوالك سعدي امشي سعدي شنحوالك وي سعدي شبيك سعدي ساكت علي طفي فيا. لا لا حاول تتكلم سعدي لبس مازالو كنت نفقه مازالو كنت نفقه شوي عزيلي قال لي جمعه ما تحلش يلا.